مشاهدينا أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها. ملتقى تراث الأجداد فخر الأحفاد بولاية عبري يستعرض الأهمية التاريخية للمواقع الأثرية والتاريخية للولاية. فيلمان عمانيان يحصدان جوائز متقدمة بمهرجان سومر السينمائي للأفلام القصيرة في العراق. ومتحف تورينو الإيطالي يحتفي بمرور 200 عام على تأسيسه، وهو أقدم متحف في العالم مخصص بالكامل للثقافة المصرية القديمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتزازا بالموروثات التراثية والحضارية وانطلاقا من ضرورة تعريف المجتمع بالإرث التاريخي، نظمت وزارة التراث والسياحة ملتقى تراث الأجداد فخر الأحفاد بولاية عبري بمحافظة الظاهرة. الملتقى استعرض الأهمية التاريخية لمواقع بات والخطم والعين الأثرية وأهم المستكشفات واللقى الأثرية وما ترويه عن حياة الإنسان قديما، بالإضافة إلى جهود الوزارة في ترميمها والحفاظ عليها. من المقابر المنتشرة على قمم الجبال إلى البيوت الحجرية بشكلها الدائري وأبراجها الشبيهة بخلايا النحل، تقف الشواهد الأثرية لمقابر بات والخطم والعين التي تعود إلى العصر البرونزي في رحلة استثنائية عبر التاريخ. استعرضها ملتقى تراث الأجداد فخر الأحفاد ببلدة بات بولاية عبري. أتت الفعالية في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التراث والسياحة ضمن الخطط والبرامج الترويجية التي تقوم بها في سبيل النهوض بالمواقع الأثرية. الفعالية كمن أهميتها في تعريف المجتمع المحلي بأهمية هذه المواقع وما هي السبل للنهوض بها، فأتت مشاركة المجتمع المحلي ضمن فقرات في الفعالية، بالإضافة إلى مشاركتهم في المعرض المصاحب للفعالية. الملتقى تضمن معرضاً لعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمرأة الريفية برموز ومقتنيات أثرية مختلفة تحاكي حياة الإنسان قديماً، بمشاركة مجتمعية واسعة وعروض فنية تعكس الارتباط الوثيق بين الأرض والإنسان. هذا الملتقى يعني دعم للأخوة هنا في بلدة بات، ودعم للمجتمع وتعريف المجتمع في هذه الأشياء التراثية القديمة اللي كان يستخدموها أبانا وأجدادنا في قديم الزمان. أنا عندي يعني مقتنيات كثيرة، في منها من النوادر، مثل عندي جواز سلطنة عمان من سنة 67، عندي مراسلات من سنة 64، أخذت هذه الأشياء عن آبائي وأجدادي. يعني حصلت أبوي مجمع بعض الأغراض في البيت واستمرت أنا على نفس النهج معاه يعني، وبدأت المشاركات من 2015. فيجب علينا إحنا المحافظة على هذه الأشياء ونعرف الأجيال ونعرف الضيوف إن إحنا محتفظين بهذا الشيء. وتكمن أهمية المواقع التاريخية في بات والخطم والعين لاحتضانها آثاراً مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، وما تتميز به من فن معماري فريد يعود إلى حضارات قديمة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز عند ملتقى الطرق التجارية المعروفة منذ القرن الثالث قبل الميلاد. وتمثل هذه الملتقيات فرصة للتعريف بالإرث التاريخي والحضاري الأصيل للمنطقة ونقل مفرداته للأجيال المتعاقبة. من محافظة الظاهرة، جواهر بنت حمد العبرية. استمرارا لإنجازات السينما العمانية خارجيا، توج فيلمان عمانيان بجوائز في مهرجان سومر السينمائي للأفلام القصيرة أونلاين في دورته الأولى في العراق، حيث فاز فيلم لن تغوص وحيدا للمخرج العماني فهد الميمني بجائزة أفضل فيلم وثائقي. فيما نال فيلم أوراق جافة للمخرجة العمانية دليلة الدرعية الجائزة الثالثة للمهرجان. وشهد مهرجان سومر السينمائي للأفلام القصيرة أونلاين في دورته الأولى
مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، حيث تنافس أكثر من 100 فيلم على جوائز المهرجان. ونأخذكم مشاهدينا إلى الدوحة، حيث بدأت فعاليات النسخة السادسة من مهرجان قطر الدولي للفنون لعام 2024 بمشاركة 350 فنانا من 70 دولة. المهرجان يضم باقة ثرية ومتنوعة من الأنشطة والعروض الفنية والثقافية والأعمال الإبداعية، فضلا عن حلقات فنية وندوات وحوارات وأمسيات ثقافية وموسيقية، بالإضافة إلى أجنحة فنية للدول المشاركة بالمهرجان. كنوز من التاريخ الإسلامي الثقافي والعلمي بمركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية أريسكا بتركيا. تفاصيل أكثر نتابعها وإياكم بعد قليل. أهلا بكم مجددا. كشفت وزارة الآثار والسياحة الفلسطينية أن إسرائيل استهدفت عمدا ما لا يقل عن 188 موقعا أثريا وتاريخيا في غزة، فضلا عن استهداف المتاحف التي تحتوي على قطع أثرية وتدمير المساجد والكنائس التاريخية في محاولة لمحو تاريخ الشعب الفلسطيني. وأكد وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تشويه وطمس وسرقة التراث غير المادي الفلسطيني. أعلنت إدارة متحف تورينو الإيطالي، وهو أقدم متحف في العالم مخصص بالكامل للثقافة المصرية القديمة، عن صالات عرض جديدة للمنحوتات الأثرية القديمة. يضم المتحف أكثر من 30,000 قطعة أثرية معروضة موزعة على 4 طوابق. وفي عام 1970 أهدت مصر متحف تورينو معبد أليسيا تقديرا لمشاركة إيطاليا في إنقاذ آثار النوبة. وكانت إدارة متحف تورينو قد نظمت احتفالية بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس المتحف.
مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية أريسكا هو أول مركز ثقافي وجهاز فرعي لمنظمة التعاون الإسلامي، تأسس في عام 1979 ويركز على المبادئ الأكاديمية المتعلقة بتاريخ البلدان الإسلامية والفنون والعلوم في الإسلام والثقافة الإسلامية والحضارة. يعمل مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي تحت إشراف 57 عضواً في منظمة التعاون الإسلامي وممثلين دائمين عن أريسكا. مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية أريسكا في إسطنبول صرح علمي عملاق، فبغض النظر عن الجو العلمي والثقافي والتاريخي المتوفر في المركز، فهو يحتوي على عشرات الآلاف من المجلدات بأكثر من 50 لغة، كما تحتوي المكتبة على الآلاف من المخطوطات بمختلف العلوم كالفلسفة والفيزياء والطب والهندسة والتاريخ وغيرها. نشاطاتنا الثانية يركز على فلسطين، خصوصا دراسات القدسية، يعني دراسات القدس الشريف. أخيرا نشرنا حرم الكتاب يسمى حرم القدس الشريف في الوثائق العثمانية. وتتعلق نشاطات مركز أريسكا بالبحوث والنشر والمؤتمرات والمهرجانات والمسابقات المعمارية والفنية، ولكون المركز إحدى الوكالات الدولية النادرة إن لم يكن الوكالة الوحيدة المكلفة بمجالي التاريخ والفنون كما هو واضح من اسمه، فقد نظم المركز خلال السنوات الماضية العديد من الفعاليات في عدد كبير من دول العالم الإسلامية. كما قام المركز بطباعة القرآن الكريم وفق طريقة كتابته في القرن الأول الهجري، كما أن المركز لديه عدة نشاطات دورية ومسابقات مهمة على المستوى المحلي والدولي. طبعا أنا دايما باجي المكتبة بشكل مستمر لأنها من المكتبات المتخصصة والزاخرة بصنوف الكتب الخاصة بالعمارة والفنون العثمانية، فكان ده ترجيحي الأول لزيارتها والاستمرار يعني في ارتياد المكتبة هنا. أريسكا مركز حافل بالكثير من المخطوطات وخاصة المتعلقة بالخط العربي، استفدت الكثير منه. ووضع المركز مشاريع للحفاظ على التراث المعماري والمكتوب الذين شاركت فيهما ثقافات عديدة، عززت التفاهم الفكري بشكل عام ومعرفة التراث الإسلامي بشكل خاص. مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية أريسكا في إسطنبول صرح لابد من زيارته، فقد عكست نشاطاته الصورة الحقيقية للإسلام وحضارته بجوانبهما المختلفة. لتلفزيون سلطنة عمان، طه عودة، إسطنبول، تركيا. مشاهدينا، وصلنا بكم إلى ختام أخبار الثقافة، ونعرض لكم مقاطع من فيلم ويكيد الذي تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، محققا أحد أعلى مداخيل العروض الأولى هذه السنة، حيث حصد 114 مليون دولار أمريكي. الفيلم مقتبس من المسرحية الموسيقية الشهيرة ويكيد لمؤلفتها الأمريكية ويني هولزمان. نشكر متابعتكم وتقبلوا تحيات طاقم العمل، وإلى اللقاء. The best way to bring folks together is to give them a real good enemy. This wicked witch. Don't be afraid. It's the wizard who should be afraid of me. The wizard that there is or was is ever gonna breathe.